السلام عليكم. برك معلومه خاوتي مدها الحبابي، المهم صلوا عليه تربحوا، اللهم صل وسلم عليك رسول الله، اللهم صل وسلم عليك رسول الله. ضرب الله دعم خوك، معكم محمد ادم. رانا في شركه اودي في المانيا، وفي المانيا حنا رانا في الحدود مع فرنسا، وبالتالي الشركات تقريبا هم كاع كاتبين لكم نو بارلون ايغالمون فرونسي، معناتها يهضروا الفرنسي يا باب عزيزي. كاين بزاف ناس يقول لك خويا محمد ادم عاوني عيط لهم انا عش الماني، والله هاملك شركات تقريبا في المانيا كاع يهضروا انجليزيه، الالماني والانجليزي يهضروهم، وشركات اللي جايين على الحدود كاع يهضروا الفرنسي، وحتى شركات اللي جايين داخل وسط المانيا وتلقاهم يحكوا الفرنسي مرات. لان خاوتي ربي يحفظكم ويعطيكم الخير، سامحوني بزاف، كاين بزاف يقول لك عاوني عاوني، انا خاوتي واش تقدر تعاون؟ واش تعاون؟ واش تخلي؟ واش سبعه ولا عشره ولا الف ولا شحال ولا مئة الف؟ الله يبارك راكم، الله يبارك عليكم، ربي يحفظكم، راكم ما شاء الله، وما نقدرش نعاون 50 الف، واحد راه عنده حياته وعنده خدمته. هذه يا خاوتي، عذروني عذروني خاوتي، وانتم احبابي وناسي، وانتم بفضل الله وبفضلكم اللي طلعنا. راني نجاوب على اللي نقدر نجاوب عليه، واللي ما نقدرش نجاوب عليه يسمح لي وصاي. الله يحميكم يحفظكم، صلوا على رسول الله، ضرب الله يدعم خوكم، نتلاقاو في الخير ان شاء الله، وربي يعطيك وحده كيما هذه.